فضيلة الشيخ، كما تعلمون أن هناك كثير من المسلمين يدعون الأموات ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم، وعند القول لهم أن هذا شرك بالله وصاحبه إذا لم يتب منه فهو مخلد في النار، تكون إجابتهم أننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكيف تصفنا بالشرك؟ أرجو من فضيلكم توضيح ذلك. هذا هو موضوع محاضرتنا في هذا المساء، أن الرسل بعثهم الله لإزالة مثل هذا، لأن المشركين كانوا يتقربون إلى الأولياء والصالحين ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هم يقولون اتخذناهم وسائط، وإلا نحن نعلم أن الله هو الذي ينفع وهو الذي يضر وهو الذي يعطي ويمنع، فنحن في الحقيقة إنما توسلنا بهؤلاء وتوسطنا بهم إلى الله. الله سمى هذا شركا وسماه كفرا في كتابه المبين الذي تتلونه وتقرؤونه، فهذا هو الشرك الأولين لا فرق، الذي يعبد الموتى ويتوسل بهم ويقدم لهم شيء من النذور والذبائح ويطوف بقبورهم، هذا لا فرق بينه وبين من عبد اللات والعزى ومنات. وإن كان يقول لا إله إلا الله كما يقول السائل، فإن كلمة لا إله إلا الله إنما تنفع الإنسان إذا عمل بها، إذا ما هي مجرد لفظ يقوله الإنسان بلسانه ويخالفه بفعله. إذا قال لا إله إلا الله فمعناها أنه لا يعبد إلا الله، وأن يترك عبادة القبور وعبادة الأضرحة والأولياء والصالحين ويخلص العبادة لله عز وجل، هذا معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان، ولكنها التزام، أن يلتزم الإنسان بمعناها. المشركون لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وقال الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فهموا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله يجب عليهم أن يتركوا عبادة هؤلاء وأن يتركوا ما كانوا يعبدونه من قبل مع الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فإنهم يقولون لا إله إلا الله ولا يتركون عبادة غير الله عز وجل. نعم.